مساء الخير مشاهدينا، وحشتوني جدا. معاكم نسمة البغدادي من برنامج حوار مهم. حلقة النهاردة حلقة مثيرة وشيقة للجدل. هنتكلم النهاردة عن السحر والأعمال اللي الناس بتعملها للناس، سواء عمل واحدة تعمل لها بتعطيل جواز، سواء واحدة تعمل لها عمل بعدم الخلفة، أو سواء واحدة تعمل لها بسحر تفريق والناس كلها مش عارفة إزاي تتعامل مع الموضوع ده، وعايزين برضو علاج ليهم. فمعانا النهاردة الأستاذة مروة رأفت مهرام، معالج بالقرآن والسنة، وهتفيدنا عن الموضوع ده جدا. ازيك يا استاذه مروه؟ ازيك؟ منورانا في البرنامج. جدا. اقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اهلا وعلى وسهلا. ال محمد. ومعانا مذيعنا استاذ عبد الرحمن، اهلا اتفضل. بيكي. مساء الخير اعزائي المشاهدين في كل بيت وفي كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في برنامج حوار مهم. النهارده هنتكلم عن عالم اخر، عن مواضيع مهمه جدا بتهم كل انسان. ارحب بالدكتوره الجميله استاذه مروه. اهلا بيك يا عبد الرحمن. اهلا بيك. اهلا. عايزين بقى نبدا يا استاذه مروه، عايزين نفرق بين السحر العادي والسحر السفلي، في تفرقه بينهم هما الاثنين؟ اكيد طبعا. سحر السفلي دوت سحر انواع، يعني اخطر انواع السحر بيبقى سحر بتفرقه، بيتعمل برضو منه سحر قلب. سحر التفرقه بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم وما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين الا باذن الله. تمام. يعني ده تفرقه ممكن يفرق بين الاب وابنه، اللي هو السفلي. اللي هو السفلي ممكن يفرق بين الراجل ومراته، ممكن يفرق بين الاخوات من بعضيها، فده اللي هو السفلي. ممكن يتعمل برضو السفلي منه ربط الارحام، واحده تعوق في الخلفه ما تخلفش، واحده تبقى عانس ما تتجوزش لفتره طويله. فالسفلي يعني انواع كتيره وبيتعمل برضو واخطار كتيره بحاجات مش كويسه بيتعمل. ده يعني اعوذ بالله. انا كذا حد جاني يحكي لي، يقول لي انا كان معمول لي سحر سفلي ورحت للشيخ قال لي هات لي مش عارفه ديك ايه ولا فرخه ايه واعمل عليها كذا، وقعد معاه بيقول لك فتح الفرخه او الديك دوت وقعد عمل عليه السحر وكتبه وحطه في كفن وكفنه ودفن يا ساتر يا رب للشخص المعلم اللي كان عايزه. رحت وخليتها تمشي. ما هي قلت لها انت عملتي سحر وجاي تخفي من ايه؟ انت عملتي سحر لحد فربنا ردهولك على طول، جاي تعملي ايه عندي؟ فمشيتها على طول. طب هي ما فكتش السحر ده، ما حاولتيش تفكي؟ اتقلب عليها سبحان الله، اتقلب عليها. هي عاملاه ضرتها، فما اما عملته عشان جوزها بقى يجي لها وكده، عملته بجلب، فقال لها الجلب هيتعمل بالطريقه دي. فجابت السحر دوت وعملته بالطريقه ديت مع الشيخ، وقعدت وقال لها خد انت لازم تدفني بايدك في مكان معين قريب من بيت درتك اللي جوزك بيروح عندها، عشان بعد كده رجليها تتقطع ما يروحش هناك تاني. فبعدها هي اللي عيت. تهيألي هو سابها يعني. بعدها هي اللي عيت واتبهدلت وعوقت في الخلفه، فجاية بتقول لك، قلت لها انا هعمل لك ايه؟ مشيتها. ما هي علامات السحر السفلي بقى؟ بقع في الجسم. علاماته ان مثلا واحد داخل بيته يخش يلاقي فيه خنقه، مش طايق مراته، شايف مراته بشكل وحش، شكل بشع، مش طايق البيت كله، مش طايق ولاده، بره بيبقى كويس. نفس الموضوع للزوجه، تبقى مش طايقه جوزها، تبقى مش طايقه الكلام معاه، مش طايقه البيت، فده بيتعمل سحر تفرقه ليهم. تخش البيت مش طايق اي حد. طب انا لو لقيت سحر في اي مكان وانا ماشي مثلا بالطريق في المقابر، عشان سمعت حاجات كتير، لو انا مسكته تبطله ازاي؟ هتضر ازاي؟ هتضر منه؟ ما ينفعش يتمسك كده، لان لازم تلبس جويندي او كيس. طبعا انت معكش كيس، فلقيت الحاجه دي قدامك تتعامل ازاي معاه؟ امسك كيس اجيب بيه الحاجه دي ايا كانت بقى معموله ازاي، او واروح مروح بيها، بس ما اخش بيت، احطها بره واطلع بره البيت اجيب ملح وميه احطه قدام البيت في طبق وانقع فيه لمده 12 ساعه السحر ده. هو بيبقى شكله وترمي. بيبقى ليه في شكل بيبقى على العظم. يعني واحده من الصعيد بتحكي لي بنتها لقت عظمايه وهي ماشيه في المقابر وجابتها البيت، قالت لها العظمايه دي جواها سحر. طب اقرا ايه يعني؟ بقت البنت تلاقي تقول لك عفاريت صغيره كده اقزام قدامها في البيت كل يوم، البنت تعبت. فقلت لها طب فين راحت ابوها؟ هم راسمين على العظم مثلا، على العظمايه حاطين طلاسم وحاجات معينه. فالبنت مش واخده بالها، فلقيت العظمايه دي فجابت تلعب بيها. عيله صغيره عندها حوالي 8 سنين كانت مع ماما، ما خدتش بالها، فخدتها قعدت تلعب بيها، البيت كله فيه حاجات وحشه. فقلت لها طب، راحت جابت العظمايه دي حطيناها في ميه في ملح بطلناها ورميناها. بس احنا بنعرف ان السحر قرينا عليها ايوه حاجات كده بالقلم الاحمر وطلاسم وعلامات وحاجات زي بقى الحاجات دي عشان خاطر تبطل من اي حاجه بالميه والملح، وتركي وتقري عليها رقيه شرعيه او تقري عليها ايات ابطال السحر. تمام. طيب اتفضل. طب في كتير في شيوخ بتقول اللي هو عن قلب المطلقه وقلب السحر وقلب الكلام ده، ويقول لك ازاي هتبقى شيخه كويسه وقلب الرزق وقلب المطلقه قلب الحبيب. أيوة. قلب الزوج او طاعه الزوج يخليه خاتم في قلب الحبيب في 3 ثواني. في 3 ثواني. يا جماعه ده كله حرام. القلب يعني سحر، بيسموه بقى هم عشان يحلوها لنفسهم بقى، الشيوخ او الناس الكويسه دي اللي بتقول كده بيسموها ده سحر محبه.
يعني مش حرام، ربنا ما حرمش، لا ربنا حرم في اديانه، انما صنع قيده ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. حرم السحر في جميع الاديان، في المسيحيه في اليهوديه وفي الاسلام عندنا حرم، ما قالش بقى سحر محبه او سحر تفريق او سحر قلب، ده يا جماعه سحر. ماشي، مع سحر المحبه ده بيطلب منها حاجات معينه بقى والكلام ده كله، بيطلب اعملي واحد بيطلب اتنين بقى تلاتة. منها اسمها واسم جوزها، بيطلب منها القطر بتاع جوزها، ان كان بقى حاجه من هدومه او حاجه من ريحته او شعره او الضوافر بتاعته، فيقول لها تعالي نعمل لك قلب خليه خاتم في صباعك. يا جماعه ده القلب ده يعني حرام. واحده بتحب واحد مش عارفه تجيبه، فراحت دفعت الفلوس انا عايزه تجلبه لي ليه، ما هو القلب ده سحر ومش سحر حلال، هم بيقولوا سحر حلال، لا ما هي مش بتحبه حلال. طب هي هتعمل ايه؟ هي فاكره بقى ان الوسيله من اللي هي ربنا وتصلي وتدعي من ربنا، ولو لها نصيب تقرب فيه، لها. لو لها نصيب فيه هتاخده، ملهاش نصيب فيه مش هتاخده. لكن نلجا نروح نعمل قلب، طب القلب ده يا جماعه سحر يعني حرام. ربنا انت خدتي ذنب، واللي بيكتب خد ذنب، ولو في واحده معاكي صاحبتك رايحه معاكي موديك المكان ده خد الذنب، خد الذنب. فطب وليه نعمل حرام؟ طب ما هيجي وقت من الاوقات السحر القلب ده هيتفك ويبطل. هيبطل. ولا يفلح الساحر حيث اتى، يعني حتى لو عملت ايه مصيره هيبطل. يعني ممكن تتخطب له والكلام ده كله وبعد كده يسيبها؟ بعد كده زي اللي كانت بتتكلم قبل ما كده، ما ممكن تطول المده. يعني في واحده انا عالجتها من حوالي اسبوع، يمكن هي سامعاني، اتعمل سحر لجوزها، سبع عياله بقى له 6 سنين ما شافهمش. مره واحده ومشي، طلبت عملت خلع وما تعرفش عنه حاجه، عارفه اهله وهو مش عايزها ومش عارف عياله، وعياله كبروا 6 سنين. لما عالجتها وقريت عليها فكيت السحر اللي لقيناه معمول في بيتها، اتصل بيها عايز يشوف عياله، سبحان الله، وكلمها وكلم جيرانها عايز يشوف عياله، ابتدى يفوق من السحر. فهي بتقولي لا او مش لا او مش هخليه، قلت لها لا حرام، ده كان غصب عنه، كان معمول له سحر تفرقه، واحده جلبته ليها عشان تاخده منك، فساب عياله وساب بيته ودنيته وساب شقته وكل حاجه ومشي. فيا جماعه لا، السحر القلب ده حرام، القلب ده حرام. ويقول لك قلب الرزق، الرزق ده ربنا مقسم الارزاق دي في الارض. اكيد. معانا استاذه نهى من الغربيه، اتفضلي. اتفضلي يا استاذه نهى. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. لو سمحتي انا عايزه اتكلم الدكتور بعد اذنك. اتفضلي. اتفضلي معاكي. اتفضلي. ايوه عايزه اكلم الدكتوره بعد اذنك. اتفضلي معاكي. لو سمحت يا دكتوره، انا في حاجات بتحصل لي غريبه جدا. زي ايه مثلا؟ وانا نايمه. انا بكون نايمه انا بحس ان في حد معايا وانا نايمه. تمام. إيه مش طبيعيه. بقاله قد ايه؟ بشوف حاجه. ايه؟ بقاله قد ايه الموضوع ده؟ الموضوع ده بقاله فتره طويله جدا معايا، وفي شيوخ وناس بتاعت نسمع القران مثلا. بعد ما اسمع القران. انت متجوزه يا نهى؟ متجوزه؟ لا انا انسه. ده مس ليكي عاشق يا نهى، ده مس عاشق لجسمك وليكي، بيعاشرك وموقف لك حالك في الجواز. حاولت كتير اخلص منه، ويعني كل مثلا ما نعدي خدي ان هو يقرب، مشاكل تحصل كتير. بيطفشوا الجن العاشق، بيطفش اي حد على الارض يحبها، فعاشقك قبل كده وما حصلش. اكيد لازم يطفش لك كل حاجه يعني. ويا غير كده وكده برضه، يعني سايب اي شخص حتى لو معجب بيا او بيحبني او عايزني سواء خطيب او غيره، انه يكون اقرب مني جدا، ابعد فجاه عنه والاقي حاجات غريبه بتحصل لي وصداع شديد. ده مس عاشق ليكي يا نهى، ده جن عاشق معاكي، هو اللي موقف لك حالك كله. انت كنت بتقفي قدام المرايه كتير؟ انا ما بقفش خالص، ما ببصش في المرايه اصلا. تمام. انا شخص عادي جدا، بروح شغلي لابسه صحه صبوه عاديه وعبايه عاديه، وبنزل يعني ولا ليا في الميك اب ولا المكياج ولا الكلام ده كله. تمام. خلاص. شيوخ كتير حاولوا ان هم مثلا يقروا قران ارتاح شويه، وساعات اقوم الاقي حاجات في جسمي غريبه كده، جسمي كله متخربش. تمام. طب يا نهى لو حابه تتواصل. طب خلاص اوكي، اسمعينا من البرنامج، اتفضل. طب يا نهى لو حابه تتواصل معايا، لان دي لازم تعمل لها كورس معين بالعلاج، تعمل لها جلسه او جلستين لغايه الجن ده ما يتحاش من جسمها. طب ما هو جالها ازاي؟ ما بتقول لك انا ما ممكن تكون من الحمام صوتت، ممكن تكون بتحب الطرف في الحمام، تطول اللي في الحمام ده برده ممكن تتلبس. وقعت في مقابر مثلا وهي ماشيه، او حزنت، او قعدت في مقبره هناك في التراب مثلا. المقابر بتزور. ممكن تتلبس في المقابر. طبعا. اللي بيطلعوا يصوتوا ويعيطوا مش حلو. الله. ماشي عياطي بس بحنيه وبراحه، لكن في بقى بيصوتوا ويعددوا ويعملوا حاجات زي كده، تتلبس الواحده. طب بسمع كمان بيجيني ناس زي كده، ما عندوش. بسمع كمان ان في ناس تقول له انا معايا خدمه ممكن اشغلها لك، ممكن اخليك شيخ كبير تعالج الناس وتكسب من ورايا، الكلام ده
وبيدفعوا الفلوس ده كلام فاضي او مش كلام نصب فاضي نصب ده يعني او مش كلام فاضي. هم بيجيبوا الجن يجلبوه ليهم بحاجات وطرق معينه هم بيعملوها، يروح للشيخ ده انا عايز يبقى معايا خدمه او معايا حاجه، يروح يخليه يعمل حاجات معينه كده يعوزه بالله لغايه ما تجيله الحاجه دي عشان يعرف يقول لك اشتغل بيها او ابقى شيخ او ان انا عليك بيها. بس الحاجه الحلوه بتيجي من عند ربنا طبعا. يعني انا يعني بتيجي يعني انا اللي جا يعني عندي حاجه كويسه الله اعلم هي ايه، ربنا لوحده هو اللي عالم. انا يعني جاتني بعد معاناه وبعد مشقه وتعب، فبعد الابتلاء بيبقى فرحه وحاجه ربنا بيرضيكي بيها في الاخر. اكيد. معانا استاذه منه طلاب، اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام، اتفضلي. بس انا يا شيخه انا لي فتره كده من حوالي 4 سنين انا احلم ان انا اسافر، او مثلا زي ما انا واقفه كده بس بطلع لفوق، ده اول حاجه بتحصل معايا. مثلا لو جاي مصاحي يحس ان جسمي كله جسمي ثابت وحش ان انا بلوخ وانا صاحي حي بتطير. قاعد كده اتصور الموضوع ان انا ببقى مثلا صاحيه في وقت اذان المغرب، شفت زي ما كنت طفل او شخص صغير جير على فوق مر في الحقيقه، يعني مش عارفه ان هو وهم ولا حقيقه. وده بعد كده الموضوع اتطور اكتر ان انا ببقى مثلا قاعده وصاحيه احس ان انا نمت ساعه، والساعه دي تعدي من عمر الثاني مش حاسه ان ازاي نمت او ما نعستش اصلا، مش عارفه ببقى ازاي معايا الموضوع ده. الكره الشرعيه اصبحت مثلا بتيجي الصبايا 6 ايام 10 ايام مش عارف يعني ده هل مرض او مرض ولا ده حاجه نفسية. لا بص ده لا دي حاجه نفسيه. انت متجوزه؟ انا متجوزه. طب كان عندك مشكله قبل كده في حياتك او عندك اي حزن جديد حصل لك او اي مشكله هي أو خلافات طبيعيه زي اي زوج؟ طيب هو كده ده عندها كده انت كده عندك وعندها وسواس، فلازم تروح لدكتور تتعالج. طب ما هو الوسواس ده مش له علاقه بالسحر؟ مش وسواس قهري روحاني ان انا اعالجه، لا، لان هي الحلم متغير معاها مش واضح لها اي حاجه، فهي عندها وسواس قهري تتعالج نفسيا، يعني تشوف دكتور نفساني كويس يعالجها ويشوف ايه المشاكل اللي عندها وايه الهموم اللي عندها او ايه الحزن الشديد اللي جواها خلاها بقت تحط في نفسها كده. ايوه. فده لا تروح لدكتور مش عندي انا. تمام. ازاي افرق بين الشيخ الدجال والشيخ المعالج؟ تمام. انا برضه عايز اصدق. يعني حضرتك برضه اتعالجي، انا عاوز اقنع نفسي اللي انت بتعالجي. تمام. اول حاجه الشيخ التمام بيقرا بقران ربنا بيعالج بيه، مش محتاج بقى الحاجات اللي بيقول لك هات مش عارفه ايه وهات ايه وهات فرخه سوده وهات مش عارفه رجل نمله وهات مش عارفه رجل اسد يعني الحاجات الغريبه دي، لا. الجن بيخاف من قران ربنا. اكيد. معانا استاذه منال، اتفضلي. الو، اتفضلي. يا ام يوسف. الو الو. ايوه ام يوسف، عامله ايه؟ تمام الحمد لله، اتفضلي معاكي. طيب خط قطع. طيب يا استاذه مروه، في ممكن يستخدموا حيوانات معينه لعمل السحر زي الحمام السمك الحاجات دي؟ السحر السفر بيتعمل على دم او على نجاسات. ممكن تعمل على يجيب كلب ويعمل عليه كده، خنزير، قطط، حيوانات، اهم حاجه يكون في دم مثلا حسب الجن اللي هو مسخره عشان يعمل السحر دوت لفلانه بنت فلان، ايا كان بقى اللي بيطلبه بقى الجن هو مسخره، طلب كلب، طلب قطه، طلب ديك اسود، طلب مش عارفه فرخه ايه، طلب ايه، فحسب ما بيطلب الحاجه اللي مسخره بيعملها الدجال ده، مش هسميه شيخ، الدجال ده. طيب ما ممكن يعملوا سحر الحمام، انا سمعت ان هو حمامه ممكن سحر تفريقي، يكتبوا بيتهيألي حاجات ويطيروا الحمامه وكل ما يحصل في مشاكل سمك. يعني ممكن في قرموط سمك، انا جدي كان بتاع سمك وكان يلاقي في قلب القرموط بتاع السمك دوت سحر متطبق وهو بينظف السمك يلاقي الحاجات دي فيروح مولع فيه ويبتلع على طول. اما ازاي الناس تفك بقى لما اما يلاقوا حاجه زي كده؟ اي حد يقرا عليه ايات الطلقه والمعوذات لو هو مش حافظ قران، المعوذات ويحط شويه كتار في 4 5 8 ساعات في ميه بملح. تمام. ويرميه لغايه ما تلاقي ورقه دابت وباشت خالص. تمام. طب هل القدره اللي عندك دي من عند ربنا ولا دراسه؟ عاوز افهم برضه. بص هي من عند ربنا. يعني انا ما خدتش دكتوراه ولا انا خدتها من الازهر، هي حاجه ربنا ادهاني بعد المعاناه اللي انا حكيتها قبل كده. فانا استاذه نهى من السودان. ايه بالظبط؟ تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره لو سمحتي؟ اتفضلي معاكي، اتفضلي. انا
عاوزه احكي لك حلمه قبل اسبوع كده، وانا كنت بسمع رغي بالليل طوال، يعني بنوم بالرغي بالليل دايما. طب اعرف اسمك الاول، اسمها ايه؟ نهى. طب اسمك ايه؟ نهى. نهى من السودان. متجوزه يا نهى؟ متجوزه. ايوه. معاكي اولاد؟ الحمد لله. طب الحمد. اتفضلي يا نهى. يلا حلمت بحلم بالليل انه انا كنت، يعني انا عندي بنات، وكنت صليت صلاه الاستخاره ركعتين الليل، ويعني قلت يا رب انه يعني اذا جيت اسمي اني اجيب ولد يا رب توريني يعني. فقمت نمت وانا نايمه، رايت في الحلم انه بشوف عش وفيه بيوت، وشلت من البيت ثلاثه بيض، والباقي ما كويسات. ثلاثه بيض؟ ايوه. ثلاث، لقيت ثلاث بيضات يعني في العيش بتاع العصافير ده؟ ايوه، ثلاثه منهم كويسات وثلاثه ما كانوا سمحات، يعني الباقي كله كان بايظ، بس لقيت فيه ثلاثه كويسات. بقول لبناتي ليه خليت البيض ده باظ؟ ليش ما شلته من مكان يعني؟ تمام. بس؟ ايوه. تمام. بس؟ ايوه. يلا وثاني يعني احلمت حلمك. خط قطع معانا، اتفضل. اول حاجه البيض في الحلم نكد. بس لما يبقى ثلاثة بقى ومقفولين كده وفي عش وفي مكان عالي، عندها عيال هيبقوا حاجة كويسة. عيالها، لأن البيضة دي جاية من أم. فهي في حاجة معينة هي قلقانة عليهم فيها، فهيبقوا كويسين إن شاء الله، ويبقوا ناجحين في الدراسة، هم في دراسة أو هيتجوزوا، فربنا هيديهم حاجة كويسة للثلاث. بإذن الله. بإذن الله. طب وإزاي أقول أنا بعالج، أنا مش دجال، عشان الناس برضه تشهد على كده وتصدق، لأن في ناس دايما مش بتقتنع بالكلام ده كله. تمام. يقول لك ده دجل، ده تضييع وقت، ناس عاوزه تنسب علينا، الكلام ده كله. الشيخ اللي يقول لك اديك ورقه خدها للطلبات دي فيها اسامي غريبه، او لقيته بيعالج من غير قران بحاجات كده ودمدمات وحاجات كده وترانيم وحاجات بيقولوها، ده مش شيخ، ده دجال. اكيد. معانا استاذه سهى من الفيوم. هات لي قطر بقى عشان اعرف. لا. جميل. لا انا بكشف بالاسم. صح. اتفضلي يا استاذه سهى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخبار حضراتكم ايه؟ تمام الحمد لله، منوره. اكلم استاذه مروه. اتفضلي. استاذه مروه، انا كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي. بالنسبه للاحلام، لما نحلم ان في مثلا تعبان بيقرصني، لونه ايه التعبان؟ لا هو مش هفتكر. ما حسب اللون التعبان بتاع، لان لو اسود دوت يبقى ده سحر ليكي. ده سحر ليكي. لو تعبان كبير شويه ولونه مثلا مخضر كده او لونه فاتح شويه، ده بيبقى جن عاشق ماسك معاك، لان في من الجن. شكرا لاتصالك. اكتريه الجن بيبقى بفصيله الحياه. تمام. فبيبقى منه يا عاشق يا منه متكفل بسحر اللي هو الاسود وقرصك، يبقى انت كده في اذى ليكي. أكيد. طب هو بقى الختام حاجة بسيطة كده، احنا عايزين بس نعرف الناس الآيات التحصينية إن هم يمشوا بيها في فك السحر والعلاجات بتاعت السحر. إبطال السحر أو إبطال مثلا المس أو العين، يجيب مية عليهم ورق سدر، سبع ورقات سدر، تقرأ عليهم الفاتحة سبع مرات، آية الكرسي سبع مرات، سورة ياسين سبع مرات، المعوذات كل والله أحد، كل أعوذ برب الفلق، كل أعوذ برب الناس، ويتنفخ في المية دي وتشرب منها ويغتسل منها المسحور أو المحسود. طب هسألك سؤال قبل نهاية الحلقة. في ناس بشوفها بتقول إيه، خاتم للبيع، لقلب رزق، لقلب الحبيب، لقلب الكلام ده كله. لا الرزق ده بتاع ربنا، ولكن الخاتم بقى وتعمل لك فص على الخاتم بتاعك يبقى فيه خدمة، ده كلام كله. طب أجي أقول له مثلا ساب البيع، يقول لك إيه، محتاج فلوس. طب ما أنت الخاتم ده. طب ما أنت خاتم، ما أنت عارف ما أنت عايز فلوس. طب ما أنت عارف الناس دي حواليك. صاحب بالين كده بقى، أسخر جني من الخاتم ده يجيب لك فلوس، فده كله كلام كده وكلام تخريف. طب بالنسبة للاستحمام حاجة بسيطة، ما يستحم يعني ما يستحموش في الحمام. لا طبعا. حرام طبعا. بره الحمام. ويغتسل بيه وترمي في تحت زرع، في ترمي في بلكونه فيها زرع، لكن ما ترميش في الحمام، لان دي ميه القران. اكيد. ورق السدر يغتسل بيه ويشرب منه. ان شاء الله. نورتينا يا استاذه مروه في البرنامج بصراحه، وان شاء الله انتظرونا ان شاء الله في برنامج حوار مهم وتكمله باقي الحلقات انتظرونا.